السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية قسنطينة وبالضبط في المدينة الجديدة تاع المنجلي لنقف على هذه الفكرة الرائعة اللي تم يعني بموجبها تحويل بناية كانت مهجورة في المدينة الجديدة تاع المنجلي تحويلها إلى مستشفى ب 200 سرير. شيء يعني فكرة جيدة إن شاء الله تلقى طريقها إلى التجسيد. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.